البطولة مش بالسهل، البطولة بتحتاج حاجات كتير قوي، بس روح البطولة هي الثقة بالنفس. وطبعا علشان الثقة تكون موجودة لازم يكون بوجود حد مؤمن بيك وبيدعمك، يعني بوجود أم. علشان كده لما نسأل ونقول البطولة إيه، لازم نقول البطولة أمهات. ونرحب بضيفتنا النهارده البطله اللي معانا، وتعرفينا بنفسك. انا مي ابراهيم، مامت مريم محمد عزيز، سينكرونايز في الووتر باليه، في الباليه المائي في النادي الاهلي، يعني مواليد 2009. مدام مي، احكي لنا يومك بيبدا ازاي مع مريم من الصبح لحد بالليل، والشنطه اللي بتجهزيها لها بتبقى محتوياتها ايه، والصعوبات بقى اللي بتقابليها اثناء يومك احكيها لنا، واحكي لنا المعاناه اللي بتعانيها طول اليوم بالتفاصيل. طبعا انا في البدايه اصلا انا امراه عامله، انا بشتغل، فانا يومي بيبدا تقريبا من 5 الصبح، سواء احنا في اجازه او مش في اجازه. ساعات بيبقى 5 الصبح دي عندنا تمرينات صباحيه، لان احنا لو عندنا بطوله او حاجه في تجهيزات اكسترا شويه او زياده شويه، فبنبدا ندور على البنات يجوا الصبح يتمرنوا من 5 الفجر، وبيرجعوا يريحوا شوية ويرجعوا تاني يكملوا، يعني بيبقى زي ما عمل لهم زي كامب كده، وعدد ساعات مدد أطول يعني في التمرين بتاعهم. لكن في الأيام العادية من غير بطولة ولا أي حاجة بيكون عندنا، بروح شغلي، برجع طبعا عندي ساعة واحدة بس أعمل فيها أكل وأجهز فيها شنطة، الحمد لله يعني. وهي صغننة كنت شوية بحمل الهم أكتر، اما كبرت بدات تساعدني في ان هي بقت مسؤوله طبعا، ودي من المميزات اللي بيكتسبوها من اللعبه، بقت مسؤوله عن نفسها، عن تنظيف شنطتها، عن الحاجات دي كلها. برجع في الساعه دي بقى بعمل تشيك سريع على شنطتها، بطمن على اكلها، لان هما طبعا بياكلوا اكل معين، عايزين حاجات معظمها تبقى هيلثي، ما نبقاش تقال في الميه، وفي نفس الوقت لازم نبقى حاجات تدينا باور، فعندنا كده ستايل معين ونظام غذائي. فطبعا مش بعمل اي اكل سريع زي الموميز اللي ممكن يكونوا بيعملوا اي حاجه سريعه، وده طبعا بياخد مني وقت في الشراء ووقت في التحضير. بس خلاص بقينا عندنا سيستم متبرمجين عليه. الساعه دي 5:30 بالكتير ماكسيمم بنبقى هنا. الكوتشز بتوعهم ستريكتد جدا في المواعيد. بنيجي بقى هي بتبدا تشوف يومها كتدريب، وانا ببدا بقى استعيد نفسي، ادخل اصلي، اعمل ريفرش لنفسي تاني عشان في البريك اقدر ابقى معاها، اديها برضو وجبه سناك خفيفه كده، واقعد اذاكر لاخوها بقى اثناء ما هي بتتمرن، ولو اخوها عنده تمرين ببقى في الناحيتين. نرجع بالليل بقى، يا دوبك بقى عندنا ساعه نعمل فيها الهوم وركس بتاعتنا، ساعات تتعمل في العربيه وبحضر برضو وجبه خفيفه كده عشان قبل ما يناموا بيطلعوا من الميه جعانين، وابدا بقى في تحضير شنطه بكره، لان احنا بيبقى عندنا 6 ايام في الاسبوع احيانا تدريب، فاحنا مش بيبقى عندنا يوم اجازه، يا دوبك الحاجات لازم تتنشر عشان تلحق تنشف عشان نيجي تاني يوم. طبعا عندنا حاجات سبير، بس في حاجات البنات بيبقوا مهتمين ان يجوا بيها كل تمرينه يعني. اسمي مريم، عندي 11 سنة، بدأت ووتر باليه من وانا عندي 5 سنين، وبدأت رياضة من وانا عندي حوالي 3 سنين. بدأت الأول جمباز، بعد كده لعبت باليه أرضي، ورجعت باليه مائي، ورجعت لعبت باليه أرضي، بعد كده لعبت باليه مائي وكملت فيه. حبيت ان هي بتكون صحاب قوي، وبعدين المدربين بيشجعونا قوي، وبعدين هي لعبة حتى شكلها حلو، ويعني بنعمل فيها حاجات حلوة أنا بحبها. أخدت 3 رنين فاضل، وأخدت بطولة جمهورية كانت السنة دي، وأخدت بطولة كاس مصر كانت في اسكندرية. نفسي أكمل لحد ما أزهق، ولحد ما بابايا يقولي خلاص بطلي، بس أنا نفسي أكمل يعني عموما لحد ما أوصل لآخر مرحلة في البيت. بتساعدني في كل حاجة، ولو أنا تعبانة كانت بتساعدني وبتقولي طب لو تعبانة ريحي، مش قادرة كملي، تشجعني في كل حاجة. ولو كانت مثلا أنا تعبانة قوي
كانت هي مثلا بتقولي ريحي مثلا انزلي اعملي مره هول مثلا او وطلعي بعد كده. لو كانت تمرينه طويله وزمان كنت وانا صغيره كنت بعيط كتير عشان كنت ببقى تعبانه جدا وما كنتش قادره بنزل. بس ياسو كابتن ياسمين سعد كانت دايما بتقولي انزلي وانت تقدري وكانت بتشجعني، عشان كده عايزه اقول لك شكرا يا ماما على اللي انت بتعمليه معايا. قولي لنا ايه الاسباب والدوافع اللي خلتك تختاري لمريم الرياضه دي بالذات، الووتر باليه بالذات، ليه؟ والله في البدايه انا كنت جايبه مريومه ومهتميه بيها اهتمام خاص من وهي بنوته صغننه، هي كانت حلم حياتي يعني مريم. وبعدين لما صادف ان انا جبت اخوها بعد 2 سنة و8 شهور حصل ان هي كانت متاثره نفسيا جدا ان انا جبت اخ ليها، وكانت مش متقبله الفكره خالص. فانا سالت دكتورز وبتوع بيهيفيرز وسلوكيه وكده، وهم نصحوني بان يعني حالا ان هي لازم تنزل تلعب رياضه. وكان في الوقت ده اخوها عنده 40 يوم، وانا فعلا بالفعل خدتها ونزلت لعبت بيها جمباز. كان بره النادي لسه في اكاديميات لانها كان سنها 3 سنين بالظبط. بداوا يكتشفوا مرونه جسمها ولياقتها، وبداوا يقولوا لي ان هي بنت مميزه، وبدات اكتشفها من هنا كالعاب اللي هي فيها مرونه. وبعدين ربنا بقى كرمنا واحنا في النادي هنا في يوم عرفنا ان بدا نشاط الباليه يفتح في المكتبه، فاحنا كنا من اول المشتركين. المكتبه بصراحه احتضنتنا، ويعتبر ان هم ليهم فضل كبير جدا جدا علينا، على مريم، وعلى ان هم خلوها هي شخصيا اكتشفت نفسها كلاعبه قبل اي حد، وادوها سيلف كونفيدنس عالي، لان هم بداوا يعملوا لها زي ذاكره رياضيه متميزه، شكلوا جسمها بشكل بقى منظم، وبداوا يوظفوا بقى كل الامكانيات اللي احنا اختزلناها من واحنا عندنا 3 سنين دي بشكل بقى يعني اكاديمي ومحترم وكده. شاركت معاهم في 3 حفلات. وبعدين هي مريم عندي شويه طاقتها يعني عاليه، كنا بنتمرن سباحه، ما حبتش هي السباحه قوي، ففي يوم كنا على البول هنا وهم بتوع الباليه نفسهم هم اللي اجتذبوها، يعني قالوا لها تعالي احنا عايزينك وكده. وانا فاكره جدا جدا ان هم اتحايلوا عليها في يوم، وقعدت تقول لهم لا انا بتاعه المكتبه، يعني انا بتاعه الباليه هناك. قالوا لها ما فيش مانع تبقي هنا وهنا. وفعلا استمرت، قعدت سنه كامله بتتمرن هناك وهنا. بس انا حسيت ان هي كان جهد عليها جسدي جامد، وخصوصا ان الوقت بدا يتعارض، فقلت لها اختاري يا مريم وكده. فهي اختارت الووتر باليه، كمان هي لعبه بتشدهم عشان الكوميونتي عالي قوي، البنات كلهم بيحسوا ان هم بيقضوا فترات طويله مع بعض، سن واحد، الامهات مشاكلهم واحده، بيبقى في جو حب كده وموده واسري. الكوميونتي نفسه البنات بيحبوه قبل اللعبه، وبعدين بيحبوا اللعبه من الكوميونتي، فهي سيركل يعني متجانسه كده كلنا بنعيشها مع بعض، مش بنقدر نستغنى عنها لا احنا ولا هم. اكيد الرياضه شكلت شخصيه مريم بشكل مختلف تماما عن اقرانها، قولي لنا ايه التاثيرات الايجابيه الواضحه القويه اللي شايفاها في شخصيه مريم؟ طبعا بقى رغم كل الحاجات الحلوه واللحظات الحلوه اللي احنا بنعيشها دي والكوميونتي الجميل دوت، طبعا بيبقى فيه صعاب خاصه باللعبه، خصوصا ان هي لعبه يعني مجهده جدا، ولعبه محتاجه فترات عمل طويل جدا. وانا دايما اقول لاي ام في وسطنا مستجده او جديده لازم البنت تبقى هي من جواها عندها نابع ان هي تشتغل. ما انا ضد ان اي ام تطلب من طفل حاجه غير قدراته او غير يعني تتناسبش مع قوته او قدراته، لازم من جواه يكون عنده الرغبه انه يعمل ده. لان زي ما انت كده بتحبي تروحي شغلك، انت لو مش عندك الرغبه انك بتحبي شغلك مش هتعمليه على اكمل وجه. فانا ما اقعدش احط الطفل في قالب صعب واطلب منه achievements او يعني ان هو يحقق حاجات. فطبعا في البدايه واجهنا صعوبات كتيره، عدد الساعات بيبقى طويل، ولاد بيوصلوا لمراحل صعبه جدا ما بيبقوش قادرين يكملوا، بينفصلوا عن السوشيال لايف بشكل كبير، حياتهم بتبقى بعض زي ما قلت لك، هو الكوميونتي اللي احنا عملناه دوت، بيعيشوا كل حاجه حلوه ومره مع بعض، بيعيشوا اعياد ميلادهم سوا هنا، بيعيشوا مذاكرتهم سوا هنا،
لو حد فيهم تعب كلهم بيبقوا معاه، يعني بيعيشوا مع بعض، هي دي حياتهم. عشان يعيشوا الحياة دي لازم يكونوا مهتمين بكل تفاصيلها. بحس ان في النهاية هم اشخاص مختلفين. لما بحط مريم في وسط بنات من نفس السن بحس ان انا خلقت طفلة مسؤولة، خلقت طفلة عندها قوة تحمل، خلقت طفلة عطاءة، عايزة تدي، عايزة تعمل تعمل، مش عشان بس هي اللي تظهر، ممكن عشان التيم ورك كله يظهر. واعتقد ان ده ان شاء الله هيفيدها في شغلها وفي بيتها كأم وكزوجة. يعني انا دي نصيحتي لكل ام بتيجي جديدة، بقول لها ما تتعبيش وما تيأسيش، خليكي ورا بنتك، انفست فيها واستثمري وقتك وجهدك وتعبك، هتفرحي لما تشوفيها شخصية مختلفة في المجتمع. هو احنا بنبقى زي مامي بالظبط في البيت، كل حاجة بقى بنجيب لهم شوكولاتة، حاجة حلوة، دايما بنبقى معاهم، نديهم نصايح في التمرين، بنشجعهم دايما على طول على طول. ممكن نعمل لهم بارتي مثلا. التمرين حاجه مهمه، مثلا في اعياد ميلادهم، ممكن في يوم عيد ميلادهم بيبقى لازم ان هم يجوا، ما ينفعش يغيبوا، فبنعمل لهم عيد ميلادهم احنا هنا مثلا، ونغني لهم ونجيب لهم هدايا وكل حاجه. دايما لازم نزرع فيهم حته الكومبيتيشن ما بينهم ما بين النوادي التانيه، مش ما بينهم ما بين بعضهم قوي يعني. لازم دايما اقول لها انت الاولى، بحاول قد ما اقدر اخليها لا انت احسن واحده، انت هتعملي هتقدري، مش حاجه اسمها مستحيل، مش حاجه اسمها مش عارفه، لا انا اقدر وهتعلم مع التمرين، مع توجيهات المدربين وكده، لازم طبعا هتعلم وفي الاخر هتبقى بطله لما تطلع ابطال في النادي الاهلي. بنعمل اعداد قبليها بشهر، يعني هو طبعا بنبقى بادين من قبليها من اول السيزون، بس قبليها بشهر تمرين بيبقى صبح وبعد الظهر. بنبقى معاهم على طول من المدرسه، بيجوا علينا على طول وبيخلصوا بيروحوا يناموا، فاحنا بناخد وقتهم كله، بنجيتهم طبعا بالكلام، بنشجعهم، دي لازم مهمه مع التمرين، نديهم حاجات البطولة عشان يجهزوا عشان يبقوا أحسن ناس ويبقى أحسن من نوادي كتيرة جدا. حكيت لنا دلوقتي عن الصعاب اللي بتقابلوها في التمرين العادي، قولي لنا بقى الصعاب اللي بتقابليها مع مريم وأقرانها والبنات اللي معاها في التيم اللي بتقابليها أيام البطولات. وانا عارفه ان بطولات الووتر باليه صعبه جدا ومجهده جدا، وبتبقى اليوم يعني ممكن يوصل ل 12 ساعه و 13 ساعه، فاحكي لي بالظبط يعني ايه اكتر المواقف الصعبه اللي مش قادره تنسيها لحد النهارده. طبعا كل اللي احنا قلناه دوت، احنا بنتكلم على الايام العاديه بقى وعلى اللايف ستايل، الديلي لايف ستايل، الايام الطبيعيه اللي احنا عايشينها كل يوم، كل ده بقى يعني حاجه، واللي احنا بنعيشه في البطولات ده بقى حاجه تانية خالص. احنا طبعا بيبقى مطلوب مننا عدد ساعات بيزيد فعلا عن فوق ال 12 ساعه. الولاد طبعا بيجي لهم من الاتحاد جوابات ان هم يتفرغوا تماما للتمرين قبل البطوله، فطبعا بتتوقف المدرسه، ببقى بذاكر وبعمل هوم ورك انا عشان ارجع الاحق معاها. بروح المدرسه انا اجيب حاجتها اللي هي فقدتها في الوقت دوت. بييجوا يتمرنوا هنا من 5 الصبح، مرنوا للساعه 5 العصر، بنروح بيهم ليله البطوله، ومطلوب منها كورس ريلاكسينج وان هي تعمل زي مساج او تدليك، مطلوب منها انها تبقى نفسيا مرتاحه، مطلوب انها تاكل اكل معين. يعني انا بحس ساعات ان انا مديره اعمالها، يعني هي محتاجه اسيستنت، كل بنت من دول عندها اسيستنت هي مامتها، يعني هم بالظبط ابطال او فنانين وعندهم مديرين اعمالهم، مدير اعمال كل طفله بقى من دول مامتها، بتنظم لها السكادول بتاعها، تنظم لها اكلها، تنظم لها شنطها. احنا في كاس مصر ده كنا في اسكندريه، كان مطلوب مننا 4 شنط، وان البنت هيبقى معاها شنطتين، وكان في منهم شنطتين جوه شنطه عشان البنات يوصلوا الاوتيل ياخدوا الشنطه من غير ما يلحقوا يحضروها ينزلوا بيها، ويرجعوا ياخدوا شنطه تانية ينزلوا بيها الصبح. يعني كان عندنا اكتر من، فكنا بنقعد نكتب زي ليست ونقعد نبعتها على الجروبس، والمامي اللي تفتكر حاجه نقعد نكتبها. فهو فعلا انت بتحسي في الاخر ان انت نفسك اكتسبتي اكسبيرينس، او ان انت مخك على طول شغال، انت مش ام بس كده بتعملي اكل وشرب وبس، لا انت عايشه متعايشه مع بنتك في كل التفاصيل، وده بيخلق على فكره بينكم ريليشن قويه جدا، بيخلق بينكم ان انتوا صحاب،
بيخلق بينكم مساحة الثقة اللي انت بتديها لها دي، هي بتحط في دماغها دايما انها لازم تحترمها، بتبات في اوتيل لوحدها وهي عندها 11 سنة، تسافر لوحدها في باص، عارفة ازاي تحافظ على نفسها، عارفة ان هي مش مسؤولية ان هي تحافظ على نفسها عشان نفسها بس، ده هي عشان تيم بتلعب باسم نادي، كل دي مسؤوليات بتبقى عندنا في البطولة. في الستارز اللي هي بتاعتهم اللي بيجمعوها دي، الستارز دي تقوم مطرة وبرق ورعد، الايام تبقى شمس كل ايام التمرين، واول ما نروح الستار دي تبقى برق ومطره ورعد، لدرجه ان احنا سميناها سحابه الستارز. بتتحرك معانا سنويا، كل سنه نروح فيها الستارز دي. البنات طبعا بيقعدوا قرب الست سبع ساعات في الميه على ما كل واحده دورها يجي، بيفضلوا في الميه قاعدين يا حبايبي من الساعه 5 الفجر. في يوم انا بس دموعي كانت عماله تنزل عليها لان كان فايتها ستار، واضطرت تقعد من 5 الفجر لاتنين في الميه، وكانت المطره بتمطر عليهم ونزل عليهم برد تلج، وعندنا صور لليوم دوت. والبنت كل ما ابص عليها الاقي شفايفها زرقاء، وقعدت اسال نفسي كتير قوي ان انا كماما انا صح اللي بعمله ده، وارجع اقول لنفسي انت بتصنعي بطله، خليها تبقى قويه وخليكي انت كمان تبقي قويه. وفعلا زمايلنا عندي صور كتير مصوريني وانا بلف البسين بعيط اليوم ده، بس الحمد لله يعني ربنا اثمره بان احنا وصلنا خلاص، فاضل لنا 2 ستارز وتبقى خلصت ال 10 ستارز بتوعها، وده انجاز، وان شاء الله ربنا يكرم كده واشوفها كوتش في الاهلي يا رب. انت كبطله قويه جدا، مش بس عشان اللي حكيتيه، كمان كونك كامراه عامله بتعملي كل اللي بتقوليه ده وبالثبات ده وبالقوة دي، فده فعلا يعني محتاج قوة كبيرة جدا منك، يا ريت تكلمينا عنها وتقولينا اكتسبتيها منين وبتلاقي وقت ازاي لكل ده مع شغلك وحياتك العملية، احكي لنا بتعملي ايه. الموضوع طبعا قد ما هو ممتع قد هو مش سهل خالص. في البداية طبعا انا بصحى الصبح بدري، بجي لحظات انهيار جسدي قبل ما تبقى انهيار نفسي. خصوصا ان احنا بنتعرض كمان في اللعبة دي بالذات لضغوط نفسية كتيرة جدا، غير انك بقى بتضغطي على بنتك تنزل بردانه وتضغطي عليها تنزل تعبانه، واحيانا ينزلوا سخنين لو عندنا كومبيتيشن. اللعبه دي دايما فيها تقسيمات وفيها حاجات، وفعلا الشاطر بيطلع واللي يعني واللي بقى محتاج شغل لسه بيستنى. طبعا البنات بيبقوا ستيل لسه صغيرين شويه برضو على تفهم كل دوت، كل بنت عايزه تشوف نفسها في احسن وضع. كسرة قلب البنت في لحظة بتبقى بتوجع لما بتشوفي بنتك وقفت في لحظة لآخر لحظة ما دخلتش البطولة، أو آخر لحظة ما دخلتش جوه التيم، أو ممكن نتمرن 3 شهور وما تنزلش أصلاً الرقصة. أنا عشت الإحساس دوت مع مريم، وعملت لها ليه تأهيل نفسي كبير، وقبل ما أعمله لها كنت أنا نفسي بعمله. تنظيماً بقى للوقت والدنيا دي هي محتاجة تايم مانجمنت، بس يعني أنتي جنب التايم مانجمنت دي مخك بيبقى مش بيبطل تفكير عشان تنظموا وقتك ووقتها. يعني وانا في الشغل ببقى مرتبه سكادول كده شغلنا هنعمل ايه النهارده، دايما عندنا يومنا مترتب، ما ينفعش حد يفاجئنا باي خطط داخليه خارجيه يبوظ لنا اي حاجه حتى على مستوى الاقارب. بيبقى دايما عندنا ترتيب للوقت واستعانة بالله، يعني انا دايما استعين بالله لدرجه في ايام كتيره جدا 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 انا مبقاش عارفه هي تعدي علينا ازاي، اطلب مني تمرينه في اخر الدنيا وهنا تمرينه، واخوها طبعا في عندي ليه حقوق علينا يعني. وبيبقى عندنا ساعات بطوله تصادف مع امتحانات ترم او امتحانات اخر سنه، وده بيبقى قمه يعني شده الاعصاب. كأم برضو عايزه اشوفها ناجحه دراسيا، مش عايزه اشوفها مقصره. بنذاكر بقى على الارض، يعني الارض في النادي هنا تشهد علينا كل بلاطه في النادي. ياما قعدنا على الارض وعلى المراتب، وياما ذاكرنا للبنات، وياما حبايبي كانوا بيناموا ويصحوا عشان البطوله ويقضوا يومهم، فهي موضوع محتاج شويه ترتيب بس وتنظيم مادي ووقتي ونفسي وجسدي. يعني لازم تحترمي ان انت وقت ما هتحسي ان انت تعبانه توقفي عشان ربنا يديكي القوة ان انت تقدري تبشري عملك معاهم تاني. لازم تستعيني بالله عشان يقدرك على كل المهام دي ويدبر لك، لان هو يحسن التدبير احسن مننا طبعا. لازم تبقي عندك ثقة في الله، وربنا يهدي لك بقى بنوتك او ابنك ان هم يبقوا هم اشخاص مسؤولين
وده اللي انت بتحسي ان اللعبه عملته فيهم بعد فتره، فيبداوا يحسوا بمجهودك وما يبقوا مشفقين على انه يضيع، فيبداوا يساعدوكي في ان هم كمان يبقوا مسؤولين او يبقوا جزء من المسؤوليه دي، فربنا بيعديها الحمد لله. قلتي جمله ما ينفعش حد يفاجئنا بخطط خارجيه حتى لو كان من الاقارب. قولي لي بتعملي ايه في العلاقات الاسريه اللي اكيد معدومه، بتحليها ازاي ولا هي خلاص بقت حاجه مش موجوده في حساباتك اصلا؟ طبعا قعدنا فتره طويله جدا على مستوى الاقارب والاصحاب، الناس مش متفهمه، يبصوا لي دايما نظره ان حرام عليكي انتوا فين انتوا مختفيين، اللوم والعتاب بدا يزيد. بس لما تكرر ان هم شافوا مريم في اكتر من مره في صور في حاجات بداوا يفرحوا بيها، بيبقوا هم كمان فخورين بيها سواء جدها او جدتها، بداوا هم احنا اللي فرضنا عليهم ان هم يهتموا بالعالم بتاعها، بداوا هم يحترموا دوت، واحنا كمان ما نقدرش نقصر في صله الرحم. دي حاجه انا يعني لازم اعلمها لها زيها زي ما بعلمها قيم ومبادئ الرياضه. المجتمع فيه حاجات كتيره جدا لازم نعلمها لاولادنا. شويه ده بيجي ممكن على وقت راحتنا، يعني لو يوم راحه ممكن نقعده في البيت، لا لازم نروح لنانا، هم ليهم عندنا علينا حق، بقول لها ساعات واحنا راجعين معلش فرحي نانا عشان ربنا يفرحك بكره في البطوله، خليها تشوفك عشان تدعي لك دعوه حلوه. يعني ما نقدرش نفرط في العلاقات العائليه، بس طبعا في البدايه بتواجه صعوبات، كل الناس مش بتتفهم. يعني احنا يوم بطولتها اللي فاتت دي كان ناس عاملين لنا باربيكيو وحفله على شرفها عشان عيد ميلادها، واحنا نزلنا من العين السخنه وهم عملوا الباربيكيو لوحدهم وطفوا لها الشمع على النت. يعني ما واحنا كان عندها تمرين عشان بكره جمهوريه، فكان خلاص مش هينفع بقى، وقعدوا يقولوا لها يا مريم انت تمرينك وبطولاتك مش مقصره بس في ماما وبابا، انت قصرتي في الستايل الجروب كله، الجروب الشله كلها بقت عايزه تنظم اجازتها على بطوله مريم. فاحساسك انك عندك بطله صغيره في البيت دوت والناس كلها بتعمل لها احترام، احساس يستاهل. مريم بنت متميزه جدا ما شاء الله يعني عليها، ورجليها حلوه، احنا بالي مائي فلازم يبقى شكلنا حلو في الميه، فهي رجليها حلوه وهي حد مسؤول يعني لما تحطها في المكان بتاعها في البوزيشن بتاعها بتعرف تدي تشتغل كويس، فهي لعيبه ممتازه ان شاء الله يعني في المستقبل تبقى حاجه كبيره. مريم لو معاها مثلا حد اصغر منها تبقى كانها زي الليدر عليه، فبتفهمه بتوري له لو هي مش عارفه تعمل الحركه، فدي حاجه كويسه جدا ما بين بعضهم. وكمان مثلا لو هي مع حد قدها لا بتعرف تتعامل معاهم بحب صداقه، يعني بيبقوا مع بعضهم كاخوات قوي لان هما بيبقوا عايشين مع بعض فتره طويله من الوقت اكتر من اصحابهم اكتر من العيله، فده حاجه بتخليهم مع بعض قريبين. مريم انت بنت شاطره جدا وحد مسؤول وبيتعلم بسرعه جدا، فما شاء الله يعني ان شاء الله في المستقبل اشوفك حد في المنتخب وبيمثل مصر يعني في البطولات. مريم كبطلة صغيرة دلوقتي ان شاء الله تشوفيها بطلة كبيرة زي ما بتحلمي واكتر، اكيد كان ليها سلبيات معاكي في النواحي الغذائية زيها زي اي طفلة، بتحب السويتس بتحب الجانك فود بتميل ليه اكتر، قوليلي عالجتي المشكلة دي ازاي وقوليلنا العناصر اللي بتجهزيها لها علشان تخلقي من جسمها بنية قوية لبطلة. طبعا ده ممكن يكون من اصعب الاسئله والحاجات اللي بتواجهني في الموضوع كله من اوله لاخره لان انا بنوتي شويه اكلها صعب، وانا كنت عايزه العبها حاجه سباحه بهدف انها تجوع وتطلع تاكل. طبعا بعاني طبعا معاها في الموضوع دوت وبنتكلم كتير وبنحاول نقرا كتير، بيساعدني في دوت الكوتشز بصراحه، كابتن ياسمين دي منجدي ومنقذي في مثل هذه الحالات. لازم اكلمها ساعات اقول لها يا ياسمين ابعتي لمريم ان انت مش هترضي عن مستوى الاكل دوت، وطبعا ده بيبقى بيني وبينها. بتبدا تكلمها عن التغذيه السليمه. الحمد لله مريم نشات معاهم على الصح وهي بتحب تبقى صح،
فهي بنتي مثلا خلاص عارفه هي بتحب الفروتس، بتحب الفيجيتابلز، بتحب بس خضار وفاكهه، اكلها كله خفيف، ما بتحبش تاكل حاجات تقيله. يعني هي مع الوقت اللايف ستايل نفسه فرض نفسه عليها، لانها لما كانت بتاكل حاجات تقيله كانت بتتعب في الميه. هي طبيعتها مش بتحب الاكل التقيل يعني، بس طبعا المجهود فظيع، فاحنا محتاجين دايما نعمل تحاليل كل فتره بعد كل بطولة، نطلع الناقص في جسمنا علشان نبدأ مع دكتور تغذية أو أبدأ مع دكتور أبدأ أعوضها اللي فقدته، سواء ما بقاش ماشية يعني فيتامينز وحاجات كده بشكل عشوائي، لازم أكون ماشية معاها بنظام محدد. ده طبعا بقى يعني بيكلفنا وقت وجهد وكل حاجة، والله المستعان. يعني من غيرهم إحنا ولا حاجة، لعبة الرياضة دي ولا أي حاجة، هم بيدعمونا بوقتهم بدوا حياتهم كلهم عشان البنت دي، عشان دي وعشان اللعبه. من الشغل يجوا يحاولوا يحضروا الاكل ويوديهم التمرين ويرجعوا، ممكن ما يناموش طول اليوم. فيعني بشكرهم جدا، بيتعبوا، دعمونا دايما ورانا وورا الولاد، فيعني دورهم بناء قوي يعني. بطلة في قوتك، ايه الرسالة اللي توجهها لكل الأمهات علشان تبقى أبطال زيك ويبقى عندهم بطلة زي مريم؟ أنا دايماً بقول لكل أم وبقول أصحابي وأي واحدة بلاقي عندها بنوتة صغننة لسه في بداية حياتها أو ولد صغنن، ادخلي في الموضوع واستثمري في ولادك وابذلي جهد وابذلي طاقة، وانتي هيعود عليكي دوت بالراحة والنفع، لأنك هتلاقيهم مشغولين بحاجة حلوة. الرياضة بتعلم التسامح، بتعلم التعاون، بتعلمهم حاجات دينية حلوة. يعني احنا عندنا البنات انا لقيتهم بيخرجوا يتكلموا يرغوا في الحمام يقعدوا ساعة الا ربع، دلوقتي الحمد لله حبايبي اتعلمنا نصلي جماعة كل الصلوات، بخش معاهم انا او اي ام فاضية غيري موجودة بندخل نصلي، تعلموا حاجات حلوة. لو قعدنا في البيت ممكن ما تعلمهاش، خصوصا ان احنا دلوقتي عايشين في مجتمع مفتوح جدا. احنا لما بناخد اجازه الموبايل مش بيتساب من الايدين، فما بالك لو حياتنا كلها كده. الطفل يبقى عنده اهتمامات، يعرف ان الحياه ليها قيمه وليها معنى، وبيشيل مسؤوليه اسم نادي وانه بيلعب باسم النادي دوت، وانه مش عايش لنفسه بس. كل دي حاجات بتخليني احس ان انا مش محتاجه ان انا اربي اكتر من كده، فان الرياضه بتساعدني في تربيه ولادي. اكتر ما اقعد انا اتعب اكتر في ان انا اشيل الاضرار اللي جات لي علشان انا ما استغلتش الوقت. فمحدش يقول انا بتعب انا ما اقدرش على المدد دي، لا احنا بنشتغل وبنروح شغل وبنقدر على المدد دي، وربنا بيعيننا علشان ولادنا وعلشان عايزين نطلع اولاد صالحين ينفعوا مجتمعهم وينفعونا ويبقوا برين بينا. لما احنا نتعب معاهم هم يتعبوا معانا، لو سبناهم للتابلتس وسبناهم للفراغ كل حاجة وحشة هتتسلل ليهم، وربنا يحفظ ولادنا جميعا. مدام مي أنا فخورة بقوتك وسعيدة بإنك شرفتينا وكنتي معانا النهاردة. طبعا أنا كتير جدا بفكر إن إحنا اللي فخورين إن إحنا ربنا أتاح لنا الفرصة إن إحنا نبقى جزء من منظومة الأهلي، وإن إحنا يبقى عندنا مكان بيشبع كل رغباتنا واحتياجاتنا لولادنا وفي كل الاهتمام والرعاية، و دي حاجة بتسعدني، وأنا شايفة أنها من الحاجات اللي كان ليا ليها حظ في الدنيا أن أنا بنتي طلعت من بنات الأهلي. لما بيخشوا في أي مكان بيبقى ليهم كده صيتهم وليهم دخلتهم، والأهلي برضو كده ليه شأننا ورانا يعني. فالحمد لله على كل حال، ومرسي لحضرتك جدا. وبكده انتهت حلقتنا النهاردة، وانتظرونا وحكاية جديدة وبطلة جديدة مع البطولة أمهات.